حلو إنه هو يقعد فيه توعية، وخاصة لما يكون مقوات المسلحة هيكون أقوى، وهيكون الناس جديين أكثر إن يلاقوا إن القوات المسلحة هي اللي تحكي في كلام هذا، فالموضوع هيكون جدي وخطير، فحتى اللي مش مهتم هيهتم. فبارك الله فيهم ومجهودهم، وبجد يعني شيء جبار. نحن نشتغل على جبهتين، هي جبهة القتال للمرتزقة والإرهابيين في المنطقة الغربية، وإن شاء الله يا رب ينصر الجيش وتتحرر طرابلس قريبا، وفي معركتين نحن في اتجاهين، والآن في معركة الفيروس الذي يهدد أمن المواطن. يعني نحن شفنا يعني تدخل قوي من قوات مسلحة، يعني ما فيش إلا هي طوق النجاح حاليا نعتبره فينا عن البين، يعني قطاع الصحة جميع قطاعات نشوفوا فين قدامنا، يعني ما فيش اي شيء، انت بتعدي بالزبرة وكذا يعني يقول لك عادي جيب لي من المستشفى يبرا يعني ب 25 جنيه ممكن او 20 جنيه، يعني فيعني بالعكس يعني البادره كويسه بقوات مسلحه يعني، ونتمنى يعني جميع المؤسسات ان تلتف حول قوات مسلحه، يعني الموضوع هذا يعني نحن البي مش من كثرتنا وكذا، يعني كان جاء الفيروس هذا وانتشر في البلاد للاسف مستحيل شيء يعني يصده، يعني حتصير اباده جماعيه يعني. والله ان شاء الله ربي يقويه، انا عارف انه من لا شيء كدولة يعني في حالة حرب وكذا، إن شاء الله ربي يفرج على الجميع، فربي ينصرهم إن شاء الله سواء في الحرب سواء في الدور، حتى هذه تو حرب يعتبر فيروس عالمي، لأن إن شاء الله يسر الله. طبعا سعيدة بالخطوة اللي قامت بها القيادة من أجل طبعا الحفاظ على سلامة المواطنين، وهذه طبعا خطوة تعتبر سريعة، يعني نحن نقول ما الفيروس مش موجود يعني في ليبيا، بس كخطوة احترازية تعتبر يعني شيء لصالح المواطنين. يعني والله رأيي الشخصي المفروض الأجهزة بالنسبة للمحلات التجارية بصفة عامة يكتف الجهود مع الأجهزة الأمنية والمواطن الليبي، يعني المفروض تكتف الجهود يد وحدة، هذا مرض خطير يعني لما يقعدش فيه غلاء الأسعار ولا مثلا يقعد فيها بيع وشراء، هذا خطر يديها من البلاد، مفروض يقعدوا يد وحدة وتكتف الجهود بصفة عامة، نقولش مثلا نحط اللوم على رجال الأمن هم اللي يدخلوا، مفروض هذا التاجر في حد ذاته يعطي من عنده. طبعا القوات المسلحة كان لها دور كبير جدا ودور إيجابي جدا، وتدخلت في الوقت المناسب الحق يعني، فقامت بردع المخالفين سواء من تجار، رغم أن هذا عمل يعني السلطات المدنية، لكن التدخل الآن كان من القوات المسلحة مهم جدا، لأن هذه الفترة تحتاج للوقوف جنبا إلى جنب لمواجهة ومكافحة هذا الفيروس.